أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الأخوة الأكارم. اليوم البث بإذنه تعالى عن عصمة علي رضي الله عنه المكذوبة عليه. طبعا أنتم تعرفون أن الرافضة ينسبون العصمة إلى الأئمة، وهذا من أكبر الأكاذيب، ولا عصمة إلا لنبي أو رسول، وحتى الأنبياء والرسل فإنهم معصومون في الوحي، أما في غير الوحي فإنهم ليسوا معصومين، فقط هم معصومون بالوحي، للسبب لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون أمر الله، نواهيه وشرائع الشرائع التي تأتيهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم معصومون في هذا الأمر. أما في باقي الأمور، في باقي أمور حياتهم الأخرى فهم ليسوا معصومين. ولذلك من باب أولى أن يكون علي وغير علي لا يكونوا معصومين، لأن علي ليس نبي ولا رسول ولا مكلف برسالة أو غيرها من الأمور، فهو بشر من البشر يخطئ ويصيب. سنريكم انه كيف اخطا علي، لان انا قبل يومين كنت اتحدث احدهم، قلت له حتى هو ما ذكر، يعني ما قلت اصعد الفيديو سنريك اخطاء علي، وهذه مو مثلبه بالمناسبه، يعني احنا ما نقول اخطا علي، ايضا اخطا عمر واخطا ابي بكر واخطأ كل الصحابه، بشر يخطئون ويصيبون، وهذه ليست مثالب، لكن هذا هو البشر هالشكل، ما في بشر مكتمل، الكمال لله سبحانه وتعالى. طيب سنريكم اليوم كيف أخطأ علي في أمور كثيرة، منها هذا، خذوا هذا كتاب يا أخوان حتى تشوفون تشاهدون هذا الأمر، طبعا والله الوثائق جدا كثيرة، لكن أنا ربما أكتفي بكم وثيقة حتى يكون الأمر واضح. هذا كتاب عين الحياة للمجلس يا أخوان، شوفوا عين الحياة لمحمد باقر المجلس الجزء الأول، هو طبعا جزئين، هذا الجزء الأول صفحة 348 على ما أتذكر، شوف الله إيه 348، هاي يقول الرواية صحيحة، طبعا شوفوا يا أخوان الرواية صحيحة. أنا يا أخوان طبعا اللي يدخل على البث أهلا وسهلا بكل الأخوة، طيب لكن أنا ما جاي أشوف تعليقات أو أحد يكتب، ما جاي أشوفها، لكن اعذرونا. يعني يقول هذه وروى علي بن ابراهيم، من علي بن ابراهيم؟ علي القمي صاحب تفسير القمي بسند صحيح، شوفوا يا اخوان بسند صحيح، هذا شوفوا بسند صحيح في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، الايه المعروفه. يقول الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام منه جعفر الصادق انه قال نزلت هذه الايه في من؟ في أمير المؤمنين عليه السلام، شوفوا في أمير المؤمنين عليه السلام، من أمير المؤمنين عليه السلام؟ علي يقصد، وبلال الحبشي رضوان الله عليه، وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم جميعا. يقول فأما أمير المؤمنين عليه السلام حلف، شوفوا يا أخوان حلف أن لا ينام في الليل أبدا، يعني يبقى يصلي الليل كله إلى الصباح، وحلف هذا يمين قسم. طيب وأما بلال حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، يعني يقضي النهار أيامه كلها صائم، يقضي الدهر كله. وأما عثمان بن مضعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا، يعني ما يصل إلى زوجته خلاص، يعني يترك هذا الأمر. فدخلت امرأة عثمان بن مضعون على عائشة رضي الله عنها، وكانت امرأة جميلة، فقالت عائشة ما لي أراك معطلة، يعني معطلة يعني ما متزينة، المرأة عندما ما تتزين لزوجها وهذه تقوى يقولون عنها معطلة، يعني هاملة نفسها بالشعبية. طيب فقالت ولمن أتزين؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا، يعني ما قرب يمه صار فترة، فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بذلك، قالت له كذا، عائشة قالت أنه
عثمان بن هذا زوجة عثمان هيك تقول كذا قالت والأمر كذا وكذا، يعني تكلمت عن كل الأمر اللي قال عن علي وعن بلال. فخرج فنادى الصلاة جامعة، شوف هذا الأمر اللي عند ما يريد يبلغ به ويخلي المسلمين كلها تعرفه. ولذلك إحنا عندما نقول لماذا لم يرتقي المنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن أهل بيت الذين نزلت فيهم الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لماذا لم يفعل هذا الأمر؟ وذاك الأمر مهم جدا طبعا، طبعا لأن هذا أهل البيت وهو أوصى بهم، فكيف ما يعرفهم للناس؟ طيب يقول فخرج فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات. شوف حرموا على نفسهم الطيبات، شلو كيف عرف أنه تكلمت لعائشة رضي الله عنها بكل القصة؟ فماذا قال علي؟ ماذا حلف؟ فأما أمير المؤمنين حلف أن لا ينام في الليل، شوفوا يا أخوان أن لا ينام في الليل أبدا، يعني يقضي الليل يصلي. فقال بعد أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا إني أنام بالليل. شوف 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 خلاف قول علي، هذا قول علي لا ينام في الليل، هنا الرسول ماذا قال؟ ألا إني أنام بالليل وأنكح، هذا خلاف من؟ خلاف قول عثمان بن مضعون. وافطر بالنهار، هذا خلاف قول خلاف بلال بن مضعون. هسه احنا بلال الحبشي اقصد وعثمان بن مضعون، فبلال احنا رضي الله عنه ما عندنا شيء وياه ولا عثمان، لان هؤلاء لم يدعي احد انهم معصومين، لكن الشغله وين؟ علي رضي الله عنه لانه ادعوا له العصمه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الا اني انام بالليل، يعني خلاف ما حلف عليه علي، والرواية صحيحة شوفوا يا أخوان بسند صحيح، ألا إني أنام بالليل، أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب، انتبهوا يا أخوان، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر الله أكبر، تحذير شديد اللهجة لعلي رضي الله عنه ولبلال رضي الله عنه ولعثمان بن مضعون. شوف فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. فقام هؤلاء فقالوا يا رسول، منو؟ علي وبلال وعثمان بن مضعون. فقام هؤلاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك. شلون؟ قالوا احنا بلوى، احنا حلفنا. فأنزل الله، ماذا أنزل سبحانه وتعالى؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهم حلفوا وإيمانهم كان صادق، ثم بين كفارته، يعني بينت الآية، بينت الكفارة مال هذا اليمين، وأنتم تعلمون أن الكفارة لا تدفع عن صحيح وإنما تدفع عن أمر خطأ، يعني الإنسان عندما يخطأ يدفع كفارة، ها يعني، والا ما تدفع الكفاره انا، يعني انا لو اقوم بامر صحيح ليش ادفع كفاره عنه؟ لكن هو هم هؤلاء دفعوا. ثم بين كفاره، يعني انه علي وبلال وعثمان بن مضعون دفعوا كفاره عن من؟ عن اليمين مالهم. هذه اطاحت بالعصمه، هذه اطاحت بالعصمه المكذوبه. طيب يا اخوان خلينا نشوف بعد، ما راح ناخذ هواي والله لان اتعب، بس احنا خلونا نشوف هنا هذا كتاب نهج البلاغة لابن شرح ابن أبي الحديد الجزء الأول على ما أظن صفحة 127، هذا جمع محمد عبده، طبعا موجود الرواية بكل النسخ، يعني سواء محمد عبده ولا اللي آخرين اللي كتبوا عن نهج البلاغة كلها موجودة هاي الخطبة، بس أنا ما أخذها من محمد عبده. يقول شوف الجزء الأول صفحة 127، يقول علي يقول ومن كلمات كان يدعو بها عليه السلام، ماذا كان يدعو؟ يقول اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، اغفر لي، يعني علي يطلب المغفرة، لماذا؟ إن لم يذنب فلماذا يطلب المغفرة؟ سؤال، المغفرة تطلب عن ذنب؟ المغفرة تطلب عن ذنب. يقول اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني
ثم خالفه قلبي. الله أكبر. رضي الله عنك يا أبا الحسن. يقول: اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. علي يطلب المغفرة، والمغفرة تطلب من الله ويسأل، تسأل من الله عن ذنب، ولا يمكن أن يطلب أحد مغفرة بدون ذنب. طيب، ثم نأتي إلى مسألة أخرى. شوف ماذا يقول هذا أيضا، نهج البلاغة الجزء الرابع لمحمد، محمد جمع محمد عبده، صفحة 72، جزء أربعة، هو أربعة أجزاء كتاب واحد، هاي بالجزء الرابع صفحة 72. ماذا يقول؟ وقال عليه السلام، شوف، وقال عليه السلام: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين. ليش؟ عادة اللي يذنب يصلي ركعتين حتى يعني يستغفر ربه ويتوب من هذا الذنب. هذا وعلي هكذا يقول، يقول: ما أهمني ذنب. إذن هو كان يذنب ثم يصلي ركعتين لكي يطلب المغفرة من الله. وهذا قال عنه، شوفوا، أنا يقول: كان إذا كسب ذنبا فأحزنه وأعطى مهلة من الأجل بعده صلى ركعتين، المد تحقيقا للتوبة، تحقيقا للتوبة، والتوبة لا تكون إلا عن ذنب. هذا بلا شك وبلا ريب، أن التوبة لا تكون إلا عن ذنب. فكان يذنب ثم يصلي ويتوب، والتوبة لمن تاب لا ذنب عليه، من تاب لا ذنب عليه. طيب، وعلي بشر يخطئ ويصيب، وكان يذنب ويتوب حال حال أي من البشر. احنا طبعا هذا نقوله حتى لا يأتي واحد يعني علي يدعون العصمة لعلي. ثم نأتي إلى أمر آخر يا أخوان، نقرأ هذه أيضا من نهج البلاغة. ما دعوا لعلي أمور كثيرة حقيقة، وعلي بريء منها. هذه لا، ما نقرأ الوصية، الوصية خليها بعدين. دعونا من الوصية، خلينا نشوف بعدهم. هذا هنا علي، شوفوا ماذا يقول يا أخوان. هذا كتاب نهج البلاغة اللي هو جمع علي بن ميثم البحراني، خمسة أجزاء بكتاب واحد، هذا بالجزء الرابع صفحة 646. ماذا يقول؟ بعد أن اتكلم في خطبة طويلة قال فيها، في آخر يعني، مو في آخرها يعني، من ضمنها، وابن الهيثم يشرحها، يقول: فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. فعلا كل احنا عبيد لله، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا، ممن أخرجك يا أبا الحسن؟ اسمعوا يا أخوان، وأخرجنا مما كنا فيه. طيب، ما الذي كنت فيه يا أبا الحسن رضي الله عنك؟ إلى ما صلحنا عليه، يعني اللي كانوا فيه غير صالح، وهنا صلحنا عليه. شنو هو؟ هسه سنعرفه. يقول: وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه، يعني هو قبل أن يخرج إلى ما صلحه عليه، إذن هو كان في أمر غير صالح. يقول: فأبدلنا الله سبحانه وتعالى، أبدلهم بماذا؟ بعد الضلالة بالهدى. الله أكبر، يعني علي كان ضال، يعترف بنفسه هو، يقول، ويأتيك من يقول: علي معصوم من أول يوم ولادته، يعني حتى قبل البعثة النبوية، ها؟ بعد ما ولدت أمه إلى أن أصبح إمام على ما يدعو. طيب، لماذا هو معصوم؟ هو حتى بعد أن ولد، وحتى بعد أن أسلم، هو ليس معصوم. يقول: فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى. الله أكبر، يعني هو البصيرة هنا أنا يقصد مو عمل عيون، وإنما عمل قلوب، عمل القلوب يعني. وأعطانا البصيرة بعد العمى، يعني تبصروا بهذا الدين وعرفوه وهداهم الله إليه، لأنهم كانوا يعيشون في ضلاله. إذن أين العصمة يا معصومين؟ طيب، خلينا نشوف.
هذا كتاب المناقب، الثاقب المناقب لمن هو يمكن للخوارزمي. إيه يروي هذا، يقول رواية عن صفحة طبعا في تزويجه من فاطمة عليه السلام رضي الله عن فاطمة، يقول صفحة 345، قالت أم سلمة، وأم سلمة ثقة، العفو الرواية هاي عن أم سلمة، لا يستطيع أحد أن يكذب أم سلمة، وهي التي روت رواية الكساء، يعني معروف هذا الأمر، من يكذب أم سلمة فعليه أن يكذب روايتها في الكساء، يعني حديث الكساء. فتنقل رواية طويلة إلى أن قالت فكنت علي يقول، يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب فقلت فداك بأبي وأمي، إنك تعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب. شوف ما قال من أبي أبو طالب، قال من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد، وأنا صبي لا عقل لي. شو يقول لك؟ معصوم، صبي لا عقل له، يقول له معصوم، غير معصوم هذا ما عنده عقل. فغذيتني بغذائك وأدبتني بأدبك، فكنت لي أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البر والشفقة، وإن الله عز وجل هداني بك. الله أكبر، وعي يجيك ويقول لك علي هو الهادي، يا أبا هو اهتدى بالرسول. طيب إذا علي الهادي هو بمن اهتدى؟ علي يعترف أنه ليس هادي كما تدعون، بل هو الذي اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن الله عز وجل هداني بك وعلى يديك. طيب، واستنقذني الله، يعني نقذ مني من الضلالة، واستنقذني مما كان عليه آبائي وأعمامي من الحيرة والشرك. والشرك يعني كان مشرك، يعني كان مشرك، ما هذا الأمر ما عليه نقاش، وهذه ليست مثلبه. هو علي كان ما مو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، وكان علي دي على دين آبائه، وين المشكلة يعني؟ لكن بعد أن إجا الإسلام وأسلم. وهاي الرواية يا أخوان موجودة في أكثر من كتاب وفي أكثر من مصدر، منها هذا مسند الإمام علي اللي هو هذا القبنجي. طيب، يقول الرواية أيضا، شوف قالت أم سلمة إلى أن نفس الرواية، إلى أن يقول وإن الله تعالى هداني بك وعلى يديك واستنقذني مما كان عليه آبائي وأعمامي من الحيرة والشرك. الله أكبر، يعني علي يعترف أنه هو مشرك، وين المشكلة يا رافضة يعني؟ ولا لكن بعد أن جاء الإسلام أسلم وحسن إسلامه، وهو من أوائل المسلمين ومن الصحابة الأوائل الأجلاء، اللي هو تاج على الرأس، وهو أبي الحسن والحسين، خلاص هذا الأمر ما يعني مو مثلبة قد ما كان هو قبل الإسلام، إذا كان هو على دين آبائه. ويمكن راح نختم بهاي، والله أنا ما عندي استطاعة أن أتكلم أكثر، لأنه طبعا هو الرواية الأولى يا أخوان اللي قرأتها عن الصحيحة اللي عن عين الحياة للمجلسي، هي في 7 أو 8 مصادر، أنا موثقة موجودة بنفس الملف، لكن أنا قرأتها فقط من واحد. زين، هذا أيضا هذا الكتاب سعد السعود، هذا تأليف ابن طاووس يا أخوان. شوف ماذا يقول، يتكلم عن أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي، طبعا الصفحة 419، شوف سعد السعود تأليف ابن طاووس، سيد ابن طاووس، صفحة 419، يقول فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي إذ طلع عليه علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، وذلك بعد إسلام خديجة ب3 أيام، يعني ما كان أحد يصلي، فقط هو وخديجة أسلمت وعلي بعد ما. فقال ما هذا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي يسأل الرسول، قال ما هذا؟ فقال هذا دين الله عز وجل، فهل لك فيه، يعني وين العصمة؟ كان علي على الشرك، يعني إذا كان مو مسلم، إذا كان على دين آبائه. يقول الرسول ده يدعوه للإسلام ويقول هل لك فيه، يعني أدعوك تجي لهذا الدين، تصير هذا، تنتمي لهذا الدين، تقبل به؟ فقال إن هذا، اسمعوا يا أخوان، فقال إن هذا دين يخالف دين أبي، فحتى أنظر، يعني هذا يقول له مو مثل دين أبوي،
يعني هو كان على دين ابو طالب، ويقول لك ابو طالب كان على كان سيد المؤمنين، نسي هو سيد الخالدين في النار، في النار هو لا محالة لأنه مشرك. اللهم إلا أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر يعني. إن هذا دين يخالف دين أبي، فحتى أنظر خليني أشوف، يقول لك أسأل أبوي وأشوف أمري يعني وأحكم عقلي وأفكر وبعدين أجي أما أؤمن أو لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر واكتم علي، يعني خلاص فكر بس لا تتكلم لأحد، اكتب إلى أن تأخذ رأيك يعني ترى رأيه. فكتم عليه يومه ثم أتاه فآمن به وصدق، فآمن به وصدق، يعني فآمن به يعني قبله لم يكن مؤمن، يعني كان على دين الشرك، يعني كان على دين آبائه. أين العصمة يا من تدعون العصمة؟ أين العصمة يا من تدعون العصمة؟ طيب خلونا نشوف، والله لو ننهي والله ما أدري. إي هذه شوفوا يا أخوان، هذه طبعا خطبة لفاطمة الصغرى، يقولون خطبتها في كربلاء، هذا كتاب الملهوف على قتل الطفوف أيضا لابن طاووس. شوفوا يا أخوان، شوفوا هذا الملهوف على قتل الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، زين هذا صفحة، خلينا نشوف الصفحة 195 و195 و194، والله ما أعرف. المهم نشوف والله، نزغر الصفحة حتى نشوف بجد، اي 194 195، شوفوا يا اخوان 194 و195، خلينا نكبر حتى نقرأ. هاي فاطمة الصغرى خطبت في كربلاء، يقول: وروى زيد بن موسى. من هو زيد بن موسى؟ شوفوا رقم 25، خلينا نروح لها حتى نسترسل بالقراءة. يقول: زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين العلوي الطالبي، ثائر خرج في العراق مع أبي السرايا، توفى نحو سنة 250 هجرية. زين؟ يعني قبل لا ينولد عجعوج. طيب؟ يمكن بالسنة على كل يعني. يقول: وروى زيد ابن موسى قال: حدثني أبي عن جدي قال: خطبت فاطمة الصغرى بعد أن وردت كربلاء، فقالت: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ذريته ذبحوا بش... آه وين الإمامة؟ ليش نسيت فاطمة الصغرى؟ وين؟ وأشهد أن علي ولي الله. يمكن نسيتها فاطمة الصغرى، لا يا مسكينة ماكو واحد ذكرها بيها. يقول: وأن ذريته ذبحوا بشط الفرات بغير ذحل ولا تراث، ولا تراث، إلى أن تقول: وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب. شوف تتكلم علي من عن جدها، علي بن أبي طالب، إلى أن تقول: طيب العريكة معروف المناقب مشهور تمدح به، يعني تذكر مناقبه، محمود المذاهب لم تأخذه، اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل، هديته. اسمعوا يا أخوان، يعني ما كان مهتدي، يعني كان على الشرك، كان على الضلال. يقول: هديته يا ربي للإسلام صغيرة، يعني قبلها ما كان مهتدي، وإلا ليش؟ طيب شلون معصوم وهو ما مهتدي؟ هاي ما أدري، عصمة قبل الهداية. طيب: وحمد مناقبه كبيرة، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك صلواتك عليه وآله، حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة، مجاهدا لك في سبيلك، رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. شوفوا يا أخوان، وهديته إلى صراط مستقيم، يعني قبلها ما كان مهتدي، يعني كان على ضلالة، يعني العصمة سلم لي عليها. يعني كل من يدعي أن عليا معصوم من يوم ولادته فهذا من أكبر الأكاذيب، بل حتى بعد أن أسلم فهو بشر يخطئ ويصيب
ولا عصمة له ولا لمن يدعونه، والعصمة المدعاة للأئمة ما هي إلا كذب، وكل من يدعي أنه معصوم فهو كاذب، بل هو أكذب من مسيلمة، ولا عصمة إلا لنبي أو رسول. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.